بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي في حصة جديدة من برنامج مخ الهدرة. خير والشر يعني في الحياة هذه ماهوش الخير خير خالص والشر شر مطلق، يعني كثير من الشرور وكثير من الألام وكثير من النكبات نجد أن في أعماقها مظهر من مظاهر اللطف الإلهي. وبالتالي نشوفوا احنا كيفاش ان الانسان رغم ما يمر من تجارب مؤلمه في حياته يعني الطويله، كثير من ربما محطات الالم لفقدان او لموت او لضرر او لمصيبه او لفقر او لبؤس او كثير من هذه المحطات يجد الانسان فيها أنه كان وجه لوجه أمام هذا الألم. وبالتالي فإن القلوب لها لغة في التناغم مع هذه الألام وهذه المصائب. يفترض أننا نعرف كيف تتعامل القلوب مع هذه المصائب ونوائب الدهر. إذن موضوعنا اليوم سيكون حول هذه القلوب بالتحديد، ونوع من القلوب هي القلوب المريضة، القلوب المريضة التي لا تعرف معنى للطف الإلهي. لازم نعرف في بداية البدايات أن القلب هو لطيفة إلهية. القلب هذا في حد ذاته هو لطيفة إلهية تبدأ يعني في بداياتها كنقطة بيضاء، كنقطة بيضاء إن صح التعبير. هذه النقطة البيضاء يمكن أن تتوسع دائرتها من البياض إن استمرت على نهج سليم، ويمكن أن تطغى على هذه النقطة البيضاء نكت سوداء وتتحول الدائرة التي تتسع شيئا فشيئا إلى السواد، إلى أن يذهب منها البياض تماما. إذن القلب هو لطيفة إلهية، وإحنا في منظورنا نعرف باللي لو تربية هذه القلوب وتهذيب الأحاسيس والعواطف هو من صميم عمل ما يسمى بالتربية الروحية التي كنا نعرفها عندما كانت للزوايا شيوخ تربية، شيوخ يقفون على تهذيب هذه القلوب وعلى تصفيه المشاعر والأحاسيس وترقيط الذوق الوجداني السليم. للأسف يعني في عصرنا الحاضر يعني غابت هذه التربية الروحانية، ولم يعد يعني لهذه القلوب من يتعامل معها، لا شيوخ تربية ولا أرباب عرفان ولا أهل الاختصاص الذين يعرفون كيف يمكن لهذه النقطة البيضاء وهذه اللطيفة الإلهية أن توصل الإنسان إلى الكمال. ومعلوم أن مصير الإنسان هو مربوط بهذا القلب، حيث قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والملاحظ أنه لم يذكر هنا العمل ولم يذكر الفكر ولم يذكر شيء من الأشياء، إنما ذكر القلب. فالقلب هو هذه اللطيفة الإلهية التي يركز عليها القرآن كثيرا في العديد من الآيات، في العديد من الآيات التي تتحدث عن القلوب التي تعقل، عن القلوب التي تسمع، عن القلوب التي تفقه، عن هذا القلب السليم. في حين أن هذا القلب أو هذه اللطيفة الربانية لكي تصل إلى بر الأمان لابد من أن تخلو من همزات الشياطين ومن تدخل الشيطان، حيث أن اللعب الشيطان ساحة لعبه هو في القلب. الشيطان ساحة لعبه هو في القلب، ماهوش في جسم الإنسان كما كان يتصور البعض. وحديث عندما يتحدث عن الجن ووجودهم في حياتنا وعن الصرع والمرض والجنون وهذه الأشياء، هذه كلها شيء مختلف عن حقيقة عمل ودور الشيطان. الدور تاع الشيطان الحقيقي هو في القلب. وشو دوره في القلب الشيطان؟ قلبه يشوش، شوش
تشويش سعي يشوش الرادار، والتشويش احنا نعرفه ان هذا التشويش معناها ما يخليش القلب يتلقى الرسائل الصحيحة او يتلقى تلقي صحيح للرسائل المرسلة اليه من عالم الغيب. وقيل ان للقلب يعني منفذان، منفذ الى عالم الغيب وهو ما يسمى بالفؤاد، ومنفذ الى عالم المادة او هذا العالم الحياة هذه الدنيا وهو ما يسمى بالصدر، وهو ما يسمى بالصدر. فالتشويش الذي يقع في القلب على مستوى العلاقة بين الإنسان وعالم القلب من خلال الفؤاد هو هذه النقطة المركزية التي يقف فيها الشيطان وجنوده في مملكة الإنسان حتى يجعل هذا القلب لا يجعل من هذا القلب ساحة للتنزل الملائكة وللتنزل الإلهي. ونعرف أن في الحديث القدسية الحديث الذي يقول أنه ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن، ولهذا يقولون أن قلب هذا العبد المؤمن هو عرش الله، هو عرش الله. فكما أن هناك قلوب تتنزل فيها الملائكة والأرواح المطهرة كذلك هناك قلوب تتنزل فيها الشياطين، وهذه القلوب اللي تتنزل فيها الشياطين هي القلوب المريضة، هي القلوب المريضة اللي خرجت عن سياقها الطبيعي والفطري، خرجت عن سياقها الطبيعي والفطري وأصبحت مريضة ومشوشة ومغمومة وتعيش يعني في العمق الكثير من الآلام والكثير من الأحزان إلى أن تفقد البوصلة نهائيا. إذن هذه القلوب المريضة التي لا تعتبر والتي لا تأخذ دروس من الحياة، هذه القلوب المريضة التي لا تعرف لغة الجمال ولغة اللغة ولا تعرف أحاسيس ومشاعر رهيفة يمكن أن من خلالها يتواصل الإنسان مع عالم الملكوت. نحن نعرف أننا هذا الإنسان هذا مهوش هذا الجسد، هذا الجسد وهذا الهيكل هو مظهر من مظاهر وجود الإنسان، لكن الإنسان الحقيقي هو هذا الروح الملكوتية المتواجدة من خلال هذا الجسد الإنساني، ومركزها هو القلب، ومركزها هو القلب. ولهذا قيل في الآية إلا من أتى الله بقلب سليم. وش معناها من أتى الله بقلب سليم؟ يعني قلب خالي وصافي تماما. وحسب المفسرون تحدثوا على أن معنى ذلك أن ليس فيه غيره، أن ليس فيه غيره، وهذه معاني كبيرة يعرفها أهل الاختصاص وأهل العرفان. لكن لو نتحدث عنها من الجانب الفعلي نقول احنا علاش أننا احنا رغم أن هذه الحياة يعني نعرفها بلي راهي فانية وزائلة، بلي راهو الإنسان مجرد عابر هنا، كان من المفروض أن تكون حياتنا هي يعني طيف، يعني نسمة من نسمات الورود، يعني أن يكون الإنسان يعني مار في حياته هذا وعندما يخرج منها تبكي عليه السماء والأرض كما يبكي عليه الإنسان وربما حتى الحيوان. لكن الإنسان باش يخرج سليم القلب هذه ماهي سهلة، هذه مهمة صعبة مستصعبة، خاصة إذا كما أسلفنا في غياب شيوخ التربية وأهل العرفان وأهل الله الذين يعرفون كيف يقودون هذه القلوب إلى بر الأمان. إذن إحنا عندنا الإنسان يعني يعيش هذه مع ناس، يعني مع الناس ابتداء من الأسرة إلى المجتمع الكبير يعني حتى المدرسة، ما عدناش هذه التربية الذوقية والتربية الوجدانية، حتى أن اللي تحثوا مثلا عن دور بعض الأشياء اللي ممكن تهذب المشاعر والأحاسيس مثل الموسيقى يقولك الواش الموسيقى مش عنديروا بها الموسيقى، يعني مادة الموسيقى عبارة عندهم مادة عبثية. طبعا نحن لا نتحدث عن الموسيقى عندما نقول الموسيقى معناها الأغاني هكذا كل ما هب ودب، لا،
يعني احنا نتحثوا على الموسيقى اللي تهذب المشاعر وتهذب الوجدان تاع الانسان. فاحنا ما دام ما عندناش يعني وسائل التواصل مع عالم الجمال ومع هذا العالم اللطيف، اذا القلب تاعنا سيكون بكل تاكيد مجرح وقاسي، مجرح نتيجة الأزمات اللي نعقب عليها والصدمات. الصدمات هذيك الأزمات اللي ما يعرفش الإنسان كيفاش يخرج منها المخرج السليم تخلي القلب تاعه مجرح. هذاك التجريح الساع هو التشويش والتشويه الساع لجانب كبير من القلب. وزيدها لما تكون ما عندناش لغة التواصل الوجداني هذه من خلال الموسيقى والأمور اللطيفة هذه، وين ف النتيجة أن القلب هذا يصبح قلب قاسي. ولما يصبح قلب قاسي إذن مناش ما يوليش مسؤول بعد أو محل مساءلة عندما نقول له علاش أنت قلبك قاسي وعلاش قلبك مريض وعلاش ما تعرفش الرحمة وما تعرفش الإحسان وما تعرفش الحنان، حتى يعني ربما مع أقرب الناس يعني أهله وإخوانه وعشيرته الكبيرة وجيرانه. يعني في كثير من سلوكاتنا نشوف الإنسان يعني في منتهى الأنانية، عايش غير من أجل نفسه، المليح فيهم اللي يقول لك راني عايش من أجل أسرتي وما يهمني غير سعادتي وسعادة أسرتي الضيقة، أما الباقي لا يهمني من أمرهم شيء. في الحقيقة هذا كل يتنافى، يعني هذه السلوكات تتنافى مع الإسلام والحديث الشريفة اللي تتحدث عن قيمة الجار وقيمة القريب سواء القريب الجنب أو القريب البعيد وأهله وإخوانه في المجتمع الكبير من المسلمين وحتى إخواننا في الإنسانية. فالجميع يعني هم في الحقيقة مخلوقات خلقها الله، ولكل مقال مقال، ما لازمناش نخلطوا في 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 الأشياء وكيف يمكن نتعامل معها. لكل مقام مقال. احنا هنا نتحث على أن الإنسان المسلم المفروض والإنسان السوي لازم يكون قلبه يعني نظيف، وباش يكون قلبه نظيف لازم يكون سليم الصدر. هذه سلامة الصدر من النجي تجي من إنسان يعرف قيمة الأشياء اللطيفة ويعرف قيمة الحنان وما معنى الإحسان وما معنى الرحمة، ويعرف قيمة الإنسان أولا وأخيرا، قيمة الإنسان أولا وأخيرا، بل يذهب أكثر من ذلك، يذهب أكثر من ذلك حتى الحيوان وحتى النبات وحتى البيئة والمحيط والجماد اللي يعيش معاه يتعامل معاه بمنتهى الربانية، بمنتهى الربانية، لأن الإنسانية بدون ربانية لا معنى لها. الناس اللي تتحدث عن الإنسانية بدون ربانية ما عندها حتى معنى. يعني إنسان يعني مركز، المركز إليه عندما نتحدث عن إنسان كمركز في نظرية نيتشه تأليه الإنسان، هذا كلام يعني خاطئ 100%، لا يمكن أن لا يصح بحال من الأحوال، لا من الناحية المنطقية ولا من الناحية الوجدانية. إذن هذا الإنسان عندما يتعامل مع كل من حوله بمنتهى يعني رحابة الصدر وبمنتهى التسامح وبالتواصل، تواصل يعني كما نقوله احنا التواصل التربوي، وعندما تكون هناك ذوق، عندما يكون هناك ذوق سليم وذوق وجداني مش ذوق لساني كما عند الكثير يعرف غير الذوق أنواع المآكل وما يعرفش يذوق الأشياء الوجدانية. هذه في الحالة هذه إذن لازم نعرفوا باللي راو هذه أمراض القلوب اللي أصابتنا حتى نولنا إحنا من ميزوج، وأصبحت الناس يعني مهمها غير كيفاش تعلي وكيفاش تبني وكيفاش تملك وكيفاش تسارع، وهكذا تحولت قلوبنا من بدل أن تكون قلوب للإحسان والحب والقيم الجمالية إلى البخل وإلى الكراهية وإلى الحقد، حتى أن أصبحت هذه القلوب خرجت حتى أصبحت ميتة سريريا أو في حكم الميت سريريا. نلتقي في حصة أخرى بحول الله.